رضوان الله عليه. فالصديق رضوان الله عليه يصف زيد بن ثابت بالرجولة: إنك رجل شاب. الله الله يا شباب الإسلام، شاب، شايف كرامة الشباب؟ عشان تعتز وتفخر. أنا أقول الشباب هم أول من نصر رسول الله، وهم أول من أيدوا الدعوة في أيامها الأولى، والشباب هم أمل هذه الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وبعد الأمل في الله جل وعلا. نعم، الأمل معقود عليكم أيها الشباب، لا ينبغي أبدا أن تضيعوا الأوقات والأعمار في مثل هذه السفاسف، وإنما يجب عليكم أن تكونوا على مستوى هذا الدين، وأن تكونوا على مستوى هذه الأمة، وأن تكونوا على مستوى المرحلة التي تمر بها أمتكم الآن. نعم، كفانا لعبا وكفانا غناء وكفانا رقصا. أفيقوا أيها الشباب، إنك رجل شاب. فالشباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بهم، يحبهم ويقربهم ويثني عليهم ويوكل لهم أعظم الأعمال وأكبر الأعمال. أسامة بن زيد قائد جيش جرار تحت قيادته أبو بكر وعمر، وهو الشاب الذي لم يبلغ 25 من عمره. جعفر بن أبي طالب سفير أول يتحدث باسم الإسلام في أرض مقفرة، في صحراء مظلمة أمام النجاشي في بلاد الحبشة. علي بن أبي طالب شاب يقدم روحه فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الفدائي الذي علم الدنيا شرف البطولة وعظمة الفداء. مصعب بن عبير شاب يحمل راية الدعوة في المدينة النبوية، ويغرس أمام كل بيت من بيوتها شجرة للتوحيد، سرعان ما امتدت ظلالها الوارفة على هذه الأرض الطيبة المباركة. معاذ بن جبل شاب آخر يحمل راية الدعوة في بلاد اليمن، كانوا شبابا في ريعان الشباب، حملوا هذه الراية وحملوا هذا النور وهذه المشاعل من مشاعل الهداية. فأين أنتم يا شباب الأمة؟ وأين أنتم يا شباب الإسلام؟ هيا تحركوا برجولة لتبدعوا لأمتكم، لترفعوا كرامة هذه الأمة. فلستم أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب أمريكا. نحن لا نريد شبابا يضيع أعماره في سفاسف الأمور، وإنما نريد شبابا يرفع هذه الأمة باتباعه لكتاب الله وسنة رسول الله، وبإبداعه وإتقانه للعمل في كل الميادين وفي كل مجالات الحياة.